كنت لا في سم المملكة دار كنا يرى حب القلوب الغلايف هو اللي عدل. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. أحييكم وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب تحية والترحيب في رابع الأيام لمهرجان ولي العهد 2022 انطلاقة الفترة المسائية مع الأشواط المفتوحة. الشوط السابع للأبكار المفتوح انطلق مسافة 2 كيلومترات. انطلق بالبداية لأتابع أفعال من تتقدم مع هجن المرقاب وخميس بن سعيد بن صالح الزرعي أتابعها المركز الثاني. أتابع القدوم مع الصميمة وشعار صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. المركز الثالث روعة وحمد بن جار الله بن علي البريدي. المركز الرابع وتابع داهية والشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم بالتضمير. المركز الخامس وتابع مانع بن فرج بن مانع. الرزق يقدم لنا درب ولكن ابناء الدوحة مع المركز الأول ينطلقون مع هجن المرقاب هجن المرقاب. ولكن وصلت الصميمة مع المركز الثاني وافعال افعال بالبداية افعال من تأتي اليوم لتأتي بالفعل لتأتي بالانتصار. ولكن وصل البريدي وصل حمد بن جار الله البريدي وصل راحي مبلش يقدم روحه ومرحبا ومرحبا بهجن البحرين. والرزق وصل ولكن داهية 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 وانطلاق الدرب درب لدرب وحضر شعار مانع بن علي بن محمد بن حمد الشامسي مع علاج علاج أي علاج ودرب القدم بشير بن الغيام بن علي اسحيم البلوي مع تهنية مع تهنية. أما في هذه اللحظة تهاني الله الله فرقت الصفوف فرقت الصفوف لتنطلق بشعار بشير بن غيان بن علي السحيمي البلوي وصل محمد بن سعدان بن فواز العتيبي محسير. ولكن ولكن ابن حايل ابن حايل يا بعد حيي يا بعد حيي رحب الانتصار رحب النوماس رحب الابداع مشكور مشكور يا بشير يا بن الغيان يا بن علي يا سحيمي يا البلوي من قدم لنا في هذه اللحظات تهاني. المركز الثاني وصلت وحضرت بشعر مانع بن علي بن محمد بن حمد الشامسي من قدم علاج. المركز الثالث شعار سيرة محمد بن سعدان بن فواز العتيبي من قدم لنا انطلاقة سيرة شوط ممتع وحضرت تهاني من أتت بآخر الأمتار لتزف التهاني ولأبناء حايل وبشير بن الغيان بن علي سحيمي البلوي من قدم تهاني. 3 دقائق 4 ثواني 45 جزءا من الثانية ثانيا مانع بن علي بن محمد بن حمد الشامسي مع علاج. 3 دقائق 4 ثواني 89 جزءا من الثانية. المركز الثالث محمد بن سعدان بن فواز العتيبي قدم سيرة 3 دقائق و5 ثواني و42 جزءا من الثاني. المركز الرابع مانع بن فرج بن مانع الرزقة من قدم درب. خامسا شعر الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة مع داهية. إذا هكذا إلى دول جميل وابن حايل من يتألق بالانتصار وذهبت بالتهاني بشعر بشير بن الغيام بن علي السحيمي البلوي والتهنية لسلمان بن بشير بن الغيان من قدم لنا انطلاقته. إذا تهانينا وألف مبروك. وفي هذه اللحظات
المباريات. شوطنا القادم بصوت الزميل الوليد بن محمد الغامدي، إذن له الكلمة.